هذا الركام هو ما تبقى من محطات الإرسال الثلاثة التابعة للتلفزيون الليبي بعدما قصفها أمس حلف شمال الأطلسي في خطوة تهدف حسب ما يقول الناتو إلى إسكات صوت القذافي الذي أضحت خطبه تمثل ترهيبا للشعب الليبي وتحريضا على أعمال العنف. تدخلنا كان ضروريا لأن التلفزيون يستخدم كوسيلة أساسية من وسائل النظام لقمع المدنيين وتهديدهم بشكل منظم وممنهج. استمرار ضربات الناتو الجوية تزامن مع إعلان الحكومة الليبية عن قتلها ل 190 معارضا في الاشتباكات الأخيرة التي أكد خلالها الثوار على إحراز تقدم في الجبهة الغربية من البلاد.